ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم 32 يناير كانون الثاني 2023، هيبقى بيتجه القمر لبيتك الثامن الشمسي النهارده يا عقرب. هتنتقل لاكتر من يومين، وده هيبقى بيثير الحاجه انك تتواصل مع شخص معين في مشروع او اكتر. هتعمقوا مع بعض وهتبقوا بتتلاقوا النهارده مع كل المريخ اللي بيبقى في الفتره دي. هيكون عندكم طاقه من خلاله فيها حماس، فيها دوافع هتوجهكم وهتوجه كل اهتماماتكم بشكل اضافي لمشروع او اهتمام او بحث حتى عن حاجة معينة. هتكون في إشارات كتيرة، فيها شرارات مثيرة، فيها مشاعر جديدة، فيها علاقات جديدة، فيها تداخل. هتبقى متحمس جدا عشان تحقق حاجة جديدة من خلال المشروعات الشغوفة دي، ماليا أو حتى رومانسيا. هتعرف تتفاعل بشكل ملهم مع المزيج الحلو ده، هتبتدي تحس برغباتك اكتر الحاح من المعتاد. بالنسبه لحركه الكواكب النهارده، هيبتدي يواصل القمر عبوره لبرج السور المتعمد لغايه ما يتجه لبرج الجوزاء في الصباح. هنبقى بننتقل من خلاله لرغبه في اننا نحافظ على ثبات الامور اللي عندنا، ورغبه في اننا نتواصل ونتصل اكتر. هيشجعنا قمر الجوزاء اللي بيستمر لغايه يوم بعد الظهر من الاربعاء على انه يتنوع، ونخرج من خلاله اجهزه استشعار خاصه فينا نلتقط بيها افكار ونصائح جديده قدامنا، هنكون من خلالها اكتر تفاعل وتنوع مع القمر ده. على الرغم من اننا ممكن نبقى متقلبين ومش مستقرين، لكن مع محاذاه القمر للمريخ هنبقى متحمسين وجاهدين علشان نناقش ونتنافس بشجاعه. هنبتدي نتسابق في كل افكارنا، ممكن نكون سريعين جدا، ممكن يكون في استجابه وسرعه رد. القمر يعتبر النهارده مع جانب مختلف قبل ما يتغير في ترين مع بلوتو لغايه ما يدخل الجوزاء.